قصة آدم عليه السلام. أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، وخلق له زوجته وأسكنهما الجنة، وأنذرهما أن لا يقربا شجرة معينة، ولكن الشيطان وسوس لهما فأكلا منها، فأنزلهما الله إلى الأرض ومكين لهما سبل العيش بها، وطالبهما بعبادة الله وحده وحض الناس على ذلك. الأنبياء، سيرة خلق آدم عليه السلام. سيرة خلق آدم عليه السلام. أخبر الله سبحانه وتعالى ملائكة بأنه سيخلق بشرا خليفة له في أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم تجارب سابقة في الأرض أو إلهام وبصيرة يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق ما يجعلهم يتوقعون أنه سيفسد في الأرض وأنه سيسفك الدماء، ثم هم بفطره الملائكة لبريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق، يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له هو وحده الغاية للوجود، وهو متحقق بوجودهم، هم يسبحون بحمد الله ويقدسون له ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته. هذه الحيرة والدهشة التي ثارت في نفوس الملائكة بعد معرفة خبر خلقي آدم أمر جائز على الملائكة، ولا ينقص من أقدارهم شيئا، لأنهم رغم قربهم من الله وعبادتهم له وتكريمه لهم لا يزيدون على كونهم عبيدا لله، لا يشتركون معه في علمه، ولا يعرفون حكمته الخافية، ولا يعلمون الغيب. لقد خفيت عليهم حكمة الله تعالى في بناء هذه الأرض وعمارتها، وفي تنمية الحياة، وفي تحقيق إرادة الخالق في تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد خليفة الله في أرضه، هذا الذي قد يفسد أحيانا وقد يسفك الدماء أحيانا، عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء والخبير بمصائر الأمور، إني أعلم ما لا تعلمون وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة، وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله، فلا نعلم عنهم سوى ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله، ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه، إنما نمضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن. أدركت الملائكة أن الله سيجعل في الأرض خليفة، وأصدر الله سبحانه وتعالى أمره إليهم تفصيلا، فقال إنه سيخلق بشرا من طين، فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة أن تسجد له، والمفهوم أن هذا سجود تكريم لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله وحده. جمع الله سبحانه وتعالى قبضه من تراب الأرض فيها الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، ولهذا يجيء الناس ألوانا مختلفة، ومزج الله تعالى التراب بالماء فصار صلصالا من حمأ مسنون، تعفن الطين وانبعثت له رائحة، وكان إبليس يمر عليه فيعجب أي شيء يصير هذا الطين. سجود الملائكة لآدم من هذا الصلصال، خلق الله تعالى آدم سواه بيديه سبحانه ونفخ فيه من روحه سبحانه، فتحرك جسد آدم ودبت به الحياة، فتح آدم عينيه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له ما عدا إبليس الذي كان يقف مع الملائكة ولكنه لم يكن منهم، لم يسجد. فهل كان إبليس من الملائكة؟ الظاهر أنه لا، لأنه لو كان من الملائكة ما عصى، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وسيجيء أنه خلق من نار، والمأثور أن الملائكة خلق من نور، ولكنه كان مع الملائكة وكان مأمورا بالسجود. أما كيف كان السجود وأين ومتى؟ كل ذلك في علم الغيب عند الله، ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئا. فوبخ الله سبحانه وتعالى إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فرد بمنطق يملأه الحسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح، قال فاخرج منها فإنك رجيم.
وإنزال اللعنة عليه إلى يوم الدين، ولا نعلم ما المقصود بقوله سبحانه منها، فهل هي الجنة أم هل هي رحمة الله؟ هذا وذلك جائز ولا محل للجدل الكثير، فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزءا التمرد والتجرؤ على أمر الله. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هنا تحول الحسد إلى حقد وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب، وأن يمنحه الفرصة التي أراد. فكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويستدرك فيقول إلا عبادك منهم المخلصين، فليس للشيطان أي سلطان على عباد الله المؤمنين. وبهذا تحدد منهجه وتحدد طريق أنه يقسم بعزة الله ليغوين جميع الآدميين، لا يستثني إلا من ليس له عليهم سلطان، لا تطوعا منه ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم. وبهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين من غوايته وكيده، والعاصم الذي يحول بينهم وبينه أنه عبادة الله التي تخلصهم لله. هذا هو طوق النجاة وحبل الحياة، وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة. فأعلن سبحانه إرادته وحدد المنهج والطريقة، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهي المعركة أذن بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين، وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان. وقد شاءت رحمه الله إلا يدعهم جاهلين ولا غافلين، فأرسل إليهم المنذرين. في الجزء الثاني من قصة آدم عليه السلام، تعليم آدم الأسماء، سكن آدم وحواء في الجنة، هبوط آدم وحواء إلى الأرض، هابيل وقابيل، موت آدم عليه السلام.